بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الكريم، وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة تبث على موقع المعهد من خلال شبكة الإنترنت لطلاب الفرقة تالتة نظم معلومات ورابعة إدارة أعمال في مادة تجارة إلكترونية. مادة تجارة إلكترونية، وقبل ما نبدأ المحاضرة أحب في البداية أتقدم لكم بخالص التهنئة ببداية الفصل الدراسي الثاني، وهيكون نفس طريقة الفصل الدراسي الأول، إن هيبقى جزء 50% من المحاضرات داخل المعهد و50% تبث عبر شبكة الإنترنت، دي نظرا للظروف اللي لا زالت بتمر بها الدولة وحرصا على صحة الطلاب. فالدولة حاولت تعمل عملية تباعد على أساس إن احنا نعدي من هذه الجائحة على خير ونحافظ على صحتكم، وكانت إدارة المعهد سباقة بإن هي بتحاول إن هي توفر لكم المادة العلمية من خلال المحاضرات المسجلة أو داخل المعهد، سواء هذه المحاضرات اللي احنا المسجلة والتي تبث داخل المعهد أو اللي هتكون على موقع الإنترنت. المحاضرات دي مكملة لبعضها البعض، وأنا بنصحكم دايما بقول لكم تركزوا في المحاضرتين الاثنين. احنا عندنا مادة اسمها لرابعة إدارة أعمال تسويق دولي وتجارة إلكترونية، وعندنا نفس المادة تسويق وتجارة إلكترونية لتالتة نظم، ففي جزء مشترك بين رابعة إدارة أعمال وتالتة نظم معلومات إدارية اللي هي التجارة الإلكترونية. هنحاول في المحاضرات الأولانية الخمس محاضرات الأولى إن احنا نشرح التجارة الإلكترونية سواء لطلاب تالتة نظم معلومات أو لطلاب رابعة إدارة أعمال. الطريقة المعتادة واللي احنا متعودين عليها دايما ان احنا بنحاول نبسط لك ايه المادة العلمية على ما قد ما بنقدر، حرصا على اساس ان انت تستوعب هذه المادة الاستيعاب الكافي. طيب احنا النهاردة بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مادة اسمها ادارة الكترونية. طيب الادارة الالكترونية دي بدايتي احنا عاوزين نتكلم دلوقتي، احنا تطالب حاليا وصلت لمرحلة ان انت تقدر تستوعب اي حاجة ايه زي ما بنقول كده بسرعة. احنا عايشين عصر اسمه عصر ايه؟ المعلومات. حصل فيه تطور، حصل فيه تطور. التطور دي كان نتيجة ايه؟ حاجة اسمها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ثورة الاتصالات وايه؟ وتكنولوجيا المعلومات. الثورة دي عملت ايه؟ افرزت ايه؟ افرزت اشياء كتير، يعني كتيرة جدا متعددة. النهاردة قدرت تعمل القرية الكونية، ان العالم اصبح قرية كونية. يعني عملية ايه؟ سهلت وسائل الاتصال. قدرت تعمل ايه تاني؟ قدرت تعمل تجارة الكترونية. يعني بدل النهاردة ما انت كنت بتتاج تقليدي تروح تبيع وتشتري في السوق، النهاردة بقت في حاجة اسمها شبكة الانترنت وصلت العالم ببعضه، نتج عنها ايه؟ التجارة الالكترونية. الكلام ده كان معه ابتدى يظهر على مستوى العالم، ممكن يكون لسه دوبك احنا بنفكر فيه، ولكن مع بداية السبعينيات. يبقى اذا
كان من إفرازات أو من نتائج ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يسمى بالتجارة التقليدية الإلكترونية. يعني تحولت التجارة التقليدية إلى تجارة إلكترونية، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المنظمات أو مستوى العالم أو الدول بعضها البعض. النهاردة ليه؟ لأن العالم أصبح يعيش في عالم متغير. إحنا النهاردة كل يوم على مدار الساعة بيحصل حاجة. يبقى إذن العالم نتيجة التطور اللي حصل نتج عنه إيه؟ ما يسمى ثورة الاتصالات، اللي هي نقلت العالم من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي. يبقى إذن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات قفزت بالعالم. طب الأساسي يعني لما نيجي نتكلم إيه ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دي؟ هي تلاقي أو تزاوج بين العتاد اللي وأجهزة الكمبيوتر اللي هي المعدات والحاجات دي وأجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات والشبكات اللي هي نتورك اللي زي شبكة الإنترنت والبرامج اللي بتستخدم. يبقى إذا دي اسمها إيه؟ ثورة، خدت بالك، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إحنا النهاردة بنقول بنعيش في عصر له سمات أو مميزات بتميزه عن غيره من العصور القديمة. ايه اهم شيء يميز؟ انا قلت لك في البداية حاجة اسمها الثورة او القرية الكونية او القرية العالمية. يعني اصبح العالم او العالم اللي انت شايفه الست قارات دول بقوا ايه؟ عبارة عن قرية سهل الوصول اليه. يعني انت قاعد النهاردة في برولوس او قاعد في دي لمؤاخذة في سيدي سالم او في الحمول او في السوق، ممكن تتصل باي مكان في العالم. عشان كده العالم سموه ايه؟ ظاهرة القرية العالمية او الكونية. النهاردة الاقتصاد اللي هو بيتحكم في العالم بقى ايه؟ لا مادي. يعني ان ايه؟ انت طبعا انت كنت بتروح تشتري وتبيع بتبقى ايه؟ اصبح لا مادي نتيجة السرعة. تالت حاجة انتشار المعلومات كأهم عناصر الانتاج الاخرى اللي هي رأس المال، مع رأس المال البشري. المعلومات أساسية بقت أساسية، والداتا دي بقت موجودة اللي هي الانفورميشن. رابع حاجة التطور السريع للقطاع الخدمي الخدمات. النهاردة احنا بنيجي نتكلم في البنك، البنك دي قطاع خدمي. بنتكلم في شركات السياحة قطاع خدمي، المستشفيات قطاع خدمي، الموانئ قطاع خدمي. يبقى حصل تطور سريع جدا في القطاعات الخدمية على حساب ايه؟ القطاعات الانتاجية. يعني النهاردة كانت اول ناس بتركز على تبني مصانع وتعمل، لا انا اشتغل ايه؟ خدت بالك في الخدمات احسن. يعني النهاردة لو انا عندي موانئ واستثمرتها، لو الاستثمار لو تم استثمار الموانئ المصرية من 50 سنة استثمارا جيدا، كانت هناك نقلة نوعية لمصر. انا عندي النهاردة مصر لما بتطل على البحر الاحمر والبحر المتوسط، يعني بتطل على اوروبا وعلى اسيا وبالإضافة إلى أفريقيا. النهاردة أنا لو استثمرت الموانئ اللي على البحر الأحمر أو الموانئ على البحر المتوسط، كانت مصر نقلت نقلة حضارية أو وصلنا للعالمية زي ما حصل في سنغافورة وتيوان ومنطقة شرق آسيا. خمسة، زيادة نسبة مساهمة العمليات والصناعات كثيفة المعلومات. يعني النهاردة بقى إيه؟ أنت شايف النهاردة بعد سنة، يعني هتسمع أنت قاعد أهو انا بشرح لك دايما، قلت لك محاضرات ترتبط بالوقت. النهارده حصل في نقله حصلت في عالم صناعه السيارات. قال لك لا انا ما عادش هشتغل بقى في البنزين والكلام، ابتدوا يشتغلوا في العربيات الايه؟ الكهربائيه. يبقى النهارده هنا بقى زياده مساهمه العمليات كثيفه المعلومات في تحقيق القيمه المضافه. ساتت حاجه تميز الاسواق العالميه ب التراجع الكبير من أهمية مصادر الطاقة التقليدية. يعني النهاردة احنا بنتكلم عن البترول، دي كنا من البترول وبنكرره وبيطلع منه بنزين، لا النهاردة بقى في طاقة شمسية، في طاقة خدت بالك من الرياح، في الطاقة الحيوية. زيادة حدة المنافسة العالمية وارتكازها على التقنيات والمعلومات. 8 تشجيع بناء الحكومة والبنوك والإدارة اللي هي الإلكترونية، اللي هي إدارة بلا أوراق، اسمها إيه؟ تشجيع بناء الحكومة والبنوك والإدارة والمنظمات الإلكترونية. 9 اختلاف شكل المنظمات
بسبب التدفق السريع والكثيف للمعلومات. النهارده المعلومات في خلال 24 ساعه معلومات. 10 تقليص فتره حياه المنتج، احنا بنحاول دلوقتي. 11 تنميه راس المال البشري وتهيئه العلم والتكنولوجيا. 12 انقسام دول العالم الى مجموعتين غنيه وفقيره، وانتم شايفين اللي حصل في جائحه كورونا. كده احنا بدانا بدايه وابتدينا نعرف التجاره الالكترونيه كان من دواعي او من افرازات او من نتائج ثوره الاتصالات جت التجاره الالكترونيه. نيجي النهارده بقى ايه في جزء، هنبقى ايه الجزء الثاني انا هكمله في المحاضره في المدرج عشان بنبقى فيس تو فيس مع بعض. نيجي نتكلم بقى في حاجه مهمه جدا دلوقتي. بص معايا كده وريتك تركز. التجاره الالكترونيه يرجع مفهوم التجاره الالكترونيه الى بدايه السبعينيات من القرن العشرين، باستخدام شركات امريكيه استخدمت ايه شبكات خاصه تربطها بعملائها. في اوائل السبعينيات بدا تطبيق التجاره الالكترونيه للتحويلات الالكترونيه. كان بيبقى البدايه كانوا الايه بدات بتحويلات الفلوس، بنقل الفلوس. الكترونيك فاون ترانسفير، الكترونيك فاون ترانسفير. يبقى اذا اسمها ايه التحويلات الالكترونيه للاموال، الكترونيك فاين ترانسفير. لكن مدى التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجاريه، يعني كان بين الشركات بعضها وبعض في نفس فتره اللي هي السبعينيات. فحصل ما ايه بعد كده تبادل البيانات الكترونيا، الكترونيك داتا انترشينج، الكترونيك داتا انترشينج، الكترونيك داتا انترشينج، تبادل البيانات الكترونيا اهي الكترونيك داتا بيانات تبادل انترشين. الذي وسع تطبيق التجارة الالكترونية من مجرد معاملات مالية الى معاملات اخرى. يبقى اذا حصل كده امتدت التقنية الى المؤسسات. يبقى اذا الاول كان فيه نقل الاموال وبعد كده بقت بقى ايه نقل البيانات. بعد كده بدأت تظهر ايه عملية اللي هي هنتكلم فيها هي التحويل بتاع البيانات. بدأت ظهور التجارة اللي هي ايه دوت كوم، دي اسمها دوت كوم. الى هنا لم تتم معرفة مفهوم التجارة، يعني لحد دلوقتي انا ما وصلتلكش ما عرفتلكش التجارة الالكترونية دي ايه. انا شرحتلك ازاي وان المؤسسات كانت بتتم ازاي من خلال البحث. اتضح ان لها اكثر من معنى ومفهوم. انا عاوزك بقى تركز بقى من دلوقتي عشان تفهم ان كل جهة تعرفها بطريقة معددة. يبقى اذا التجارة الالكترونية احنا عرفنا ان هي التبادل من خلال شبكة الانترنت، ماشي، ولكن لها مفاهيم متعددة. كل واحد بقى ابتدى ايه ابتدى يعرف التجارة الالكترونية من خلال مفاهيم محددة. التجارة الالكترونية واحدة من موضوع ما يعرف بالاقتصاد الرقمي او التقني ديجيتال ايكونومي. ديجيتال ايكونومي حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين. يبقى اول حاجة التجارة الالكترونية ابتدينا نشتغل في الاقتصاد الرقمي او التقني. تقنية المعلومات انفورميشن تكنولوجي، اي تي انفورميشن تكنولوجي اللي هي ايه تقنية المعلومات. يبقى التجارة الإلكترونية واحدة من موضوعات ما يعرف بالاقتصاد الرقمي أو التقني حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين. يبقى إذا الاقتصاد الرقمي ديت أو التقني بيقوم على ده. أول حاجة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات. يبقى إذا الاقتصاد الرقمي أو التقني ديجيتال إيكونومي بيقوم على إيه؟ خدت بالك؟ أول حاجة أي تي اللي هي انفورميشن تكنولوجي. فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحاسبات أو الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الحقيقي والواقعي للتجارة الإلكترونية. يبقى إذن هذه خدت بالك المعلومات والتجارة الإلكترونية خلقت الوضع الحقيقي للاقتصاد الرقمي.
التجارة الإلكترونية الكتريك، الاي دي بتمعنى ايه؟ الكتريك. كوميرش هي تنفيذ او وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة. يبقى التجارة الإلكترونية لحد دلوقتي احنا لسه بإيه بنشرح المفهوم، خلي بالك لسه ما جاناش لإيه تاني. يبقى إذن هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة. ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام لثلاث انواع من الانشطه. يبقى اذا خلي بالك احنا ابتدينا عاوزين نعرف التجاره الالكترونيه من خلال مجموعه من الانشطه. يبقى كده ايه، هنركز مع بعض واحده واحده. نيجي بقى هقف هنا وهرجع ايه اجيب لك حاجه تانية. ركز كده بقى، زي ما اتفقت معاك مفهوم التجارة الإلكترونية. تعد التجارة الإلكترونية من أهم تطبيقات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يمنح عالم الإلكترونات أهمية كبيرة على مستوى العالمي والمحلي. علاوة على أن هذه النوعية من التجارة أصبحت وسيلة للنفاذ لجميع أسواق العالم، ماشي، في وقت واحد، فضلا عن مساهمتها المباشرة والفعالة في تنشيط وتنظيم المشروعات وزيادة الربحية وسرعة دوران رأس المال. ونعيش حاليا عصرا مثيرا بسبب وجود التجارة الإلكترونية وإمكانياتها وتطبيقاتها الهائلة، مما يؤدي إلى ضرورة التغير السريع في الطريقة التي تتم بها مباشرة الأعمال التجارية على مستوى العالم. اي تغير ايه من التجارة التقليدية الى التجارة الالكترونية. دي شرح مفهوم اللي انا هو علمت لك وموجود في الكتاب، مش بعيد يعني عشان تكون في الصورة. الكلام ده موجود في الكتاب، موجود في الكتاب. دي المفهوم بتاعها. تعد التجارة الالكترونية، ركز كده، من اهم تطبيقات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يمنح عالم الإلكترونيات أهمية كبيرة على مستوى العالم والمحل. علاوة على أن هذه النوعية من التجارة أصبحت وسيلة للنفاذ على جميع أسواق العالم في وقت واحد، فضلا عن مساهمتها المباشرة والفعالة في تنشيط وتنظيم المشروعات وزيادة الربحية وسرعة دوران رأس المال. ونعيش حاليا عصرا مثيرا بسبب وجود التجارة الإلكترونية وإمكانياتها وتطبيقاتها الهائلة، مما يؤدي إلى ضرورة التغيير السريع في الطريقة التي تتم بها مباشرة الأعمال التجارية على المستوى العالم، أي التغير من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. طيب، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية اللي هي إلكترونيك كوميرش كما يظن البعض على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الانترنت، اذ ان التجارة الالكترونية منذ انطلاقها، يعني ايه، ان مفهوم التجارة الالكترونية ليس قاصرا على عملية البيع والشراء والخدمات عبر الانترنت، لان التجارة الالكترونية منذ انطلاقها كانت تتضمن دائما معالجة حركة البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية. كان الأول في 1970 أول ما بدأوا يشتغلوا بيشتغلوا في التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت. قالت لك لا، ده هي بقى عدت المرحلة دي. ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على إيه؟ أكثر بكثير من المفهوم دي، فقد توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها. يعني النهاردة أنت لو عندك معلومة ممكن أشتريها منك، يبقى دي بنسميها تجارة إلكترونية. يبقى إذن
أصبحت التجارة الإلكترونية ليست قاصرة على تحويل مثلا الأموال كما كان في الماضي، أو ولكنها وصلت لدرجة إن هي إيه؟ ابتدت تتاجر في المعلومات. وشراء المعلومات نفسها جانبا إلى جانب مع السلع والخدمات. ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، ما تقفش عند هذا الحد، إذ أن الآفاق التي تفتتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد، يعني أصبحت التجارة الإلكترونية تشمل كل عمليات البيع والشراء أيا كان نوعها. يعني النهاردة أنت بتشوف الذهب، بتشوف الفضة، بتشوف دي أنا بكلمك، بتشوف البترول، بتشوف المعلومات دي، الداتا نفسها، بتشوف الطب، بتشوف. أصبحت التجارة الإلكترونية تشمل كل هذه الأنشطة. يبقى إيه؟ التجارة الإلكترونية أصبحت تشمل جميع الأنشطة التجارية على مستوى العالم، وليست قاصرة على سلعة أو نشاط معين. هنا برضو نكمل بقى في المفهوم. كما تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من المصطلحات الحديثة، يبقى إذا أقف هنا كده، دي مكان سؤال، هل التجارة الإلكترونية مصطلح قديم؟ لا، حديث. حديث ليه؟ لأنه بدأ معاه 1970 في القرن العشرين. كما تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من المصطلحات الحديثة والتي أخذت بالدخول حاليا إلى حياتنا اليومية، حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية التي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يبقى احنا هنا لما جيت اتكلمت في الأول إن هي، قلت لك إيه؟ إن هي إحدى إفرازات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ماشي؟ إحنا جينا هنا برضه في المفهوم. هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التجارة الإلكترونية تعبير يمكن أن نقسمه إلى مقطعين. التجارة، حيث الأول وهو التجارة، ونشير إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين إيه؟ الحكومات والأفراد، وتحكمه عدة قواعد. يبقى إذا خلي بالك، إحنا قلنا هنا إيه؟ التجارة يعتبر يمكن تقسيمها إلى مقطعين. الأول كلمة تجارة، أنا هظلي لك أهي، تشير إلى إيه؟ إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنه إيه؟ معترف به دوليا. أما المقطع الثاني فهو الإلكترونية، فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية مثل الإنترنت. أنا عاوزك تحفظ دي زي ليه؟ ليك أنت شخصا، أنا مش عاوز حاجة منك. أنا قلت لك أهو، كما تعبر التجارة الإلكترونية، كما تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من المصطلحات الحديثة، يبقى هو مصطلح حديث، والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية، حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية، يعني تستخدم في أمورنا وفي شؤوننا، والتي هي ذات ارتباط بثورة التكنولوجيا. يبقى إذن هي إحدى إفرازات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والتجارة الإلكترونية تعبير يمكن ان احنا نقسمه الى مقطعين. الاول كلمة تجارة، وتشير الى نشاط اقتصادي. التجارة هي نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومة والمؤسسات والافراد، وتحكمه عدة قواعد وقوانين وانظمة يمكن القول بانه معترف به دوليا. اما الالكترونية فهو يشير الى وصف لمجال اداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط وأساليب إلكترونية مثل الإنترنت. دي موجودة عندك اهيت. عاوز أنا عاوزك تحفظها. ليه؟ لأنها مهم. يبقى إذن دي في المفهوم، لأن هتسهل لك أمور كتيرة جدا جدا جدا. يبقى نيجي نتكلم بعد كده، نخش بقى احنا قلنا المفهوم. احنا خلي بالك، المفهوم زي ما انا قلت وانت مشيت معاك يختلف عن التعريف. تعريف التجاره الالكترونيه احنا عاوزين نعرفها مع بعض. هي نظام، خلي بالك، لها اكتر من تعريف، اكتر من اقول لك 15 تعريف، وهنستعرض منهم بعض منهم دلوقتي.
يبقى إذن لها تعريف واحد؟ لا، لأنها علم من علوم الإدارة، ونخش برضه في الكلام اللي احنا قلنا فيه، ومن العلوم الاجتماعية التي تتطور مع تطور الزمن. كل الكلام ده احنا حفظناه خلاص. ليه؟ يبقى إذن ملهاش تعريف محدد، لأنها هي من العلوم إيه؟ الإنسانية والاجتماعية، وليست من العلوم الطبيعية. يبقى لأن احنا برضه فرقنا في الكلام ديت، واحنا فهمناكم بقى قبل كده ايه هي الفرق الايه العلوم الانسانيه والاجتماعيه، وايه هي العلوم الطبيعيه النهارده، زي مثلا ايه العلوم الانسانيه والاجتماعيه، زي الاداره، زي الاقتصاد، زي المحاسبه، زي اي حاجه بتتطور وبتتغير. العلوم الطبيعيه لا، زي الكيمياء والاحياء والفيزياء، خدت بالك، والفلك والرياضيات، دي اسمها العلوم الطبيعيه. يعني لما بنيجي نقول لك ايه واحد زائد واحد يبقوا اتنين، ما حدش رجع قال لك لا دول اربعه وخمسه، لا، دي خلاص ثوابت ثابته. بنقول نظريه مثلا المثلث متساوي الاضلاع مجموع اضلاعه مجموع زواياه 180 درجه وكل زاويه 60 درجه، بنجمعها. ما فيش حد قال لك المثلث، قال اذا كان واحد بقى بلاكوا بقى يعني، وانتوا عارفين بقى بتوع كفر الشيخ، يلا بلاش نخرج عن المحاضره، نخلص ونبقى ايه نطر القعده بعد كده. تعريف التجاره الالكترونيه هي اي تعريف صح، بس دايما اختار التعريف في تعريفات كده ما تدخلش نفسك فيه، لا احنا في تعريفات هنتكلم فيه. التجاره الالكترونيه هي نظام يتيح عبر الانترنت حركه البيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح ايضا الحركات الالكترونيه التي تدعم توليد العوائد، مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات. حيث أن التجارة الإلكترونية تتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون، موردون أو شركات أو محلات، والوسطاء السمسر. يبقى احفظ كده، يبقى البائعون مورد، شركة، محل، وسيط السمسار، والمشتريون والمشترون، وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفع ثمنها بالنقود الإلكترونية. التعريف الأولاني دي بقى أنا بسميه إيه؟ تعريف شامل جامع. يعني أنت لو أنت قعدت ركزت فيه كده هتلتقي شامل كل شيء أو يخص كل شيء عن التجارة الإلكترونية. تعال مع بعض نشوفه كده مع بعض. هي نظام يتيح عبر الإنترنت، يبقى اذا بيستخدم اول حاجه انت حركات ايه؟ البيع وشراء السلع، سلع والخدمات والمعلومات. يبقى اذا ليست قصر، يبقى اذا نظام سيستم يتيح عبر شبكه الانترنت حركه بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، يعني مش السلع لوحدها ولا خدمه لوحدها، بيشمل الكل. كما يتيح ايضا الحركات الالكترونيه التي تدعم توليد العوائد، مثل عمليه تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات. حيث ان التجاره الالكترونيه لك تتيح عبر الانترنت عمليات دعم المبيعات وخدمه العملاء، ويمكن تشبيه التجاره الالكترونيه، شبهها بايه بقى؟ بسوق الكتروني، مش سوق من بتاع اللي انت عارفهم، لا، سوق الكتروني بقى. الالكتروني دي بقى ايه؟ يبقى فضائي، يبقى سوق غير مرئي. بسوق الكتروني، بسوق الكتروني خلي بالك معايا اهوت، يتواصل فيه البائعون. انا ببيع، اللي بيبيع هو واحد، اما واحد يكون مورد او شركه او محل. يبقى اذا السوق الالكتروني ديت بيتواصلوا مع بعض في ايه؟ في عالم فضائي غير مرئي، ماشي، افتراضي. ركز معايا في كده. البائعون دول زي ايه؟ الموردون، شركات او محلات، الوسطاء اللي هم السماسرة، اللي هو الوسيط بقى اللي يبقى هنا شبكة الانترنت، والمشتريون، انا بشتري، وتقدم فيه المنتجات او الخدمات في صيغة افتراضية او رقمية، كما يدفع ثمنها بالنقود الالكترونيه. ما بجيش بقى النهارده اقوم فاتح المحفظه بتاعته مطلع واقول له خد يا عم ال 1000 جنيه بتوعك اهو بتوع، لا، انت بتدفع بالنقود الالكترونيه وهنتكلم فيها بعد كده. يبقى اذا التعريف ده شامل
هنا بقول لك تتقاطع التجارة الإلكترونية مع العديد من التخصصات مثل المحاسبة، قانون الأعمال، التسويق وغيرها، وبيبقى فيه نظام الروبوتات، أو هي أحد الأساليب والنظم الحديثة لإتمام وتنفيذ. برضو دي نفس التعريف، تعريف تاني، تعريف رقم اتنين، هي أحد الأساليب والنظم الحديثة لإتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية الإلكترونية، حيث تعرض من خلال الشركات والمؤسسات والمنظمات المختلفة. الشركات دي بتعرض ايه؟ حيث تعرض من خلال الشبكات، من خلال الشركات والمؤسسات المختلفة ومنتجاتها من السلع والخدمات باستخدام وسائل وأدوات العرض التي تنتجها، التي تتيحها تقنيات الحاسب الآلي لتوضيح خصائص المنتجات وإتاحة الفرص للمشترين في استعراض مزايا استخدامها، ثم يتم التواصل مع البائع والمشتري عبر شبكة الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني لإتمام الصفقة، ماشي، في حالة وتسوية المعاملات المالية. هنا بقى حاجة تانية بقى ايه عاوزك تخلي بالك منها. قال لك اللي احنا عاوزين بقى ايه، انا قلت لك بقى دي حاجة علمي حديث، وبقت العالم كله بيشتغل من خلال التجارة الإلكترونية. فقال لك لا 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 لا، انت هتلتقي في الكتاب عندك اكتر من، انا اللي بقولها لك، هي انا عامل لك حوالي 10 تعريفات، اختار التعريف اللي انت هو. ولكن احنا جينا كده قمنا عاملين حركة نصكم، الحركة دي كانت نتيجة ايه؟ ابتدينا نعرف للتجارة الالكترونية من خلال وجهات نظر مختلفة ومتعددة. تاني جم بقى الناس اللي هم العلماء او الناس اللي بتدرس التجارة الالكترونية، قالك لا احنا هنبتدأ نعرف للتجارة الالكترونية من خلال ايه؟ من خلال وجهة نظر كل وظيفة من الوظائف اللي موجودة في عالم التجارة. فقال لك في الاتصالات من منظور او من خلال الاتصالات، التجارة هي وسيلة من اجل ايصال المعلومات او الخدمات او المنتجات عبر خطوط الهاتف او عبر شبكات الانترنت او عبر اي وسيلة او تقنية اخرى. تاني، التجارة الالكترونية وسيلة من اجل ايصال المعلومات او الخدمات او المنتجات عبر خطوط الهاتف او شبكات الانترنت او عبر اي وسيلة او تقنية اخرى. يبقى اذا دي تعريف للتجارة الالكترونية من خلال او من وجهة نظر الاتصالات. قال لك في تعريفات تانية، الاعمال التجارية. قال لك التجارة الالكترونية عملية تطبيق التقنية من اجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة. يبقى جي يكلم لك تاني وقال لك ايه؟ يبقى اذا عرف التجارة الالكترونية من خلال او من وجهة نظر الاعمال التجارية. قال لك هي عملية تطبيق التقنية من اجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة، يعني تجري بايه؟ بصورة سلسة وبسيطة. قال لك لا لا، في برضو احنا ممكن نعرفها من خلال تأدية خدمة او من منظور الخدمات، هي اداة موجهة لاشباع رغبات الشركات والمنظمات والمستهلكين والمدراء اللي هم المديرين في خفض تكلفة الخدمات والإسراع بزمن تقديم هذه الخدمة والرفع من كفائتها. تاني، تعريف التجارة الإلكترونية من خلال أو من منظور الخدمة، إنها تؤدي خدمة، هي أداة موجهة لإشباع رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض تكلفة الخدمات والإسراع بزمن تقديم هذه الخدمة والرفع من كفاءتها. وقال لك ايه تاني؟ التجارة الإلكترونية من وجهة نظر بقى الإنترنت، الشبكة بقى، شبكة الإنترنت، هي أداة لتوفير وشراء المنتجات وتبادل المعلومات بصورة فورية أو لحظية من خلال شبكة الإنترنت. يبقى إذا عرفها من خلال أو من منظور شبكة الإنترنت بأن هي أداة اللي هي التجارة الإلكترونية لتوفير، بوفر وشراء المنتجات
وتبادل المعلومات، ما قالكش كده بس، وقال لك وتبادل المعلومات بصورة فورية أو لحظية. يعني النهاردة أنت بتبقى زمان قاعد دلوقتي بسجل، ممكن أبعت لك المحاضرة على طول في جزء من السنة بصورة فورية أو لحظية في نفس اللحظة at once من خلال شبكة الإنترنت، من خلال بقى المجتمع، التجارة الإلكترونية. هنا ملتقى بجميع عناصر المجتمع، ملتقى يجمع عناصر المجتمع، أفراد ومنظمات، للتعلم والتبادل والتعاون فيما بينه. يبقى أنا النهاردة عرفت التجارة الإلكترونية من خلال عدة تعريفات قدامي. لما عرفتها من خلال عدة تعريفات، التعريف الأولاني الاتصالات، التعريف الثاني الأعمال التجارية، التعريف الثالث الخدمة، التعريف الرابع الإنترنت، التعريف الخامس المجتمع. في النهاية بقى أنا بقى زي ما أنت شايف كده، بعد عرض التعريفات الواردة بشأن التجارة الإلكترونية، أنا عرضت 5 تعريفات خلال التعريف الأولاني وتعريفين، يعني 7 تعريفات خلاف اللي موجودين في قلب الكتاب اللي انت هتقراهم وتختار منهم اي تعريف. بعد عرض التعريفات الواردة بشأن التجارة الإلكترونية اتضح ما يلي: الركيزة الأساسية للتجارة الإلكترونية تتجلى في فكرة النشاط التجاري. يبقى إذن أول حاجة إن هي قايمة على إنها نشاط تجاري، فهي أولا وقبل كل شيء تجارة، والشبكة الإلكترونية ما هي إلا وسيلة اتصال. يبقى أول حاجة قائمة على الأعمال التجارية، أما الشبكة الإلكترونية لو أنت جيت بصيت للتعريفات هنلتقى إن إحنا هتستخلص من الكلام دي. طب 2، اعتماد التجارة الإلكترونية. أنا بقول اعتماد التجارة مش تقليدية، إلكترونية، على تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات، وعلى رأسها شبكة الإنترنت. في أكتر من شبكة موجودة، أنتوا شايفين وعارفين وشايفين اللي حصل مع ترامب والكلام دي. اعتماد التجارة الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات، وعلى رأسها شبكة الإنترنت لإتمام مختلف نشاطاتها وعملياتها. يبقى اعتماد التجارة الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات. 3، عدم اختصار التجارة الإلكترونية على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات فقط، بل تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها. يبقى إذن ليست قاصرة على بيع وشراء السلع والخدمات، ولكن انتشرت لدرجة إنها لبيع وشراء المعلومات وأي أشياء أخرى. 4، تحطم التجارة الإلكترونية القيود الزمنية والمكانية. هقف هنا. الزمن اللي هو الوقت، المكان اللي انت قاعد فيه. يعني انت بتكلم في الساعة 5 في كفر الشيخ، لا ده حطمته المعرقلة لحركة التعاملات. ليه بقى التجارية وعدم بقائها حبيسة مكان او بلد معين؟ لان النهاردة انا لو عندي التجارة دي في دسوق او سيدي سالم او في الحمول او في بلطيم، ممكن اوصلها لحد امريكا وبيع واشتري يبقى اذا المكان بلطي، لا ده انا ممكن انقلها بقى نقلتي. يبقى حطمت حطمت القيود المكانية في الزمن زي ما قلت كده at once في نفس اللحظة. جه هنا يبقى اذا التجارة الالكترونية حطمت كل القيود الزمنية والمكانية. تشمل التجارة الإلكترونية 3 أنواع من المتعاملين: المنظمات والأفراد والحكومات. يبقى إذن عندي 5 نقط أنا استنتجتهم من تعريفات التجارة الإلكترونية. يبقى أول حاجة احنا اتكلمنا في مقدمة، اتكلمنا في المفهوم، اتكلمنا في التعريف والتعريف المختلفة للتجارة الإلكترونية. نيجي بقى نشوف برضو كده، هنيجي نتكلم عشان نأكد التعريف، لأن التعريف والمفهوم مهمين جدا. لو انت قدرت تحفظهم او تقراهم او تستوعبهم في الواقع التطبيق، فإن التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة كعرض. دي حاجات بقى
ليك انت مني ليك بقى جدعانه كده زي ما بنقول بقى فتحة صدر. في الواقع التطبيقي ان التجاره الالكترونيه تتخذ انماط عديده كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت واجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكه العالميه مع اجراء عمليات الدفع النقد بالبطاقات الماليه او بغيرها من وسائل الدفع وانشاء متاجر افتراضيه، ركز في كلمه افتراضيه ده بتاع النظم وبرضه بتوع اداره الاعمال، او محل بيع الانترنت والقيام بانشطه التزويد والتوزيع والوكاله التجاريه عبر الانترنت وبممارسه الخدمات الماليه دي في الواقع التطبيقي وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها. يبقى إذن في الواقع التطبيق والعمل التجارة الإلكترونية تتخذ أنماط متعددة. يبقى إذن خلي بالك دي أماكن أسئلة كعرض إيه البضائع والخدمات من خلال شبكة الإيه الإنترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر موقع شبكة إيه الشبكة العالمية. يبقى إذن تشمل التجارة الإلكترونية كافة الأنشطة. اتنين، في عالم الاتصالات تعرف التجارة الإلكترونية بأنها وسيلة من أجل توصيل المعلومات أو الخدمات عبر أي الخط أو الهاتف أو عبر أي وسيلة أخرى. في الأعمال التجارية التجارة تطبيق من إيه التطبيقات التقنية من أجل إيه من أجل جعل المعلومات التجارية تجري بصورة تلقائية. في الخدمات التجارة الإلكترونية أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمديرين في خفض تكاليف الخدمة ورفع كفاءتها والعمل على تسريع وتوصيل الخدمة. في الانترنت هي التجارة التي تفتح المجال من اجل بيع وشراء المنتجات والمعلومات عبر شبكة. يبقى اذا الصفحة اللي انت شايفها ديت برضو دي استكمالا للتعريفات اللي احنا قلنا عليها اتكلمنا فيها قبل كده اللي هي الاتصالات والخدمة والانترنت والمجتمع. وتأخذ منظمة التجارة العالمية بتعريف أوسع، هنا بقى نخش على تعريف مهم جدا، حيث تشمل التجارة الإلكترونية أنشطة إنتاج السلع والخدمات، سلع وخدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها للمشتري من خلال الوسائط الإلكترونية. وتشمل المعاملات التجارية طبقا لهذا التعريف ثلاثة عمليات، عملية الإعلان عن المنتج وعملية البحث عنه، يبقى إذن بعلن عنه، عملية تقديم طلبات الشراء وسداد ثمن المشتريات، بعمل طلب شراء أنا عاوز أشتري، عملية تسليم، يبقى عملية إعلان وشراء وتسليم المشتريات. هنختتم بقى هنتكلم وهننهي المحاضرة بتاعتنا، بس بقى في زي ما بنقول بقى في منطقة حساسة جدا. أنت قاعد بتسمع عن التجارة الإلكترونية أو لو قعدت تتكلم مع والدك أو والدتك أو حد من بلدكم هيقول لك الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية. لا لا يعني كل الكلام ده يا ابني يبقى إذن هناك تجارة اسمها تجارة تقليدية إحنا تعودنا عليها ولا زلنا، وهناك تجارة إلكترونية. يوجد اختلاف بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية، فالتجارة الإلكترونية ليست نوعا واحدا بل هناك أشكال ودرجات مختلفة، وتختلف هذه الأشكال تبعا لدرجة تقنية المنتج وتقنية العملية وتقنية الوسيط. وكل سلعة يتم تسويقها تكون ملموسة أو رقمية أو بدون وسيط في العملية التجارية. عندما تكون ملموس أو رقمي فالعملية إيه تكون ملموسة أو رقمية. ويمكن تقسيم التجارة إلى ثلاث أنواع. يعني النهاردة إيه الكلام دي هقراها لك تاني. يوجد اختلاف بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية. يبقى التجارة الإلكترونية ليست نوعا واحد بل هناك أشكال ودرجات مختلفة بعكس التجارة التقليدية. أنا ببيع واشتري وخلاص والبضاعة قدامي وبتاع. وتختلف هذه الأشكال تابعة لدرجة تقنية المنتج وتقنية العملية وتقنية الوسيط. وكل سلعة يتم تسويقها تكون ملموسة أو رقمية. يبقى إذن التجارة الإلكترونية بتتم من خلال سلع رقمية أو ملموسة بس إيه بدون وسيط في العملية. الوسيط بتاعي إيه؟ شبكة التجارة التجارية. أما يكون ملموس أو رقمي فالعملية تكون ملموسة. إيه هنا تقسم التجارة إلى إيه ثلاث أنواع. أول نوع تجارة إلكترونية، العميل يزور موقع الشركة على الانترنت، انت قاعد قدامك الجهاز زي ما انا قاعد دلوقتي
بزور موقع الشركة اللي أنا هشتري منها، ويملأ استمارة الطلب من خلال جهاز الكمبيوتر. ماشي. ويبعتها للبائع، ويبعثها للبائع، ويسوي مدفوعاته النقدية الإلكترونية. ماشي. كما إن التسليم يكون فوريا عبر الإنترنت. يبقى إذن دي اسمها تجارة إلكترونية بحتة. العميل بيزور موقع الشركة، بيملى استمارة، يبعتها، يقوم دافع الفلوس إلكترونيا، يستلم. يبقى إذن ففي هذه الحالة بقى، شوف بقى، يكون الوسيط رقمي والسلعة رقمية والعملة رقمية. ماشي. زي إيه؟ بشتري برنامج، بشتري مثلا برنامج، خدت بالك، بشتري ويندوز، بشتري أي برامج، خدت بالك، على إيه؟ للجهاز بتاعي. ممكن أحمله عن طريق من الشركة لدي، من خلال سيري نمبر، من خلال أي حاجة، كود معين، يبقى بتتم إلكترونية. يبقى في هذه الحالة يكون الوسيط رقمي والسلعة رقمية والعملة رقمية، مثل حالات شراء البرمجيات. فالمنتج يتمثل في برامج الكمبيوتر ذات الطبيعة الرقمية، أي التي لا يمكن لمسها باليد، لأن هو بيبعت لها لك، أنت ما بتمسكهاش بإيدك، بيبعت لك البرنامج على اليد زي الويندوز مثلا. 2، عملية الشراء لم تتم من خلال زيارة الموقع المادي للشركة، لا، ده أنت بتتصل بيه من خلال الشبكة بتاع الإنترنت، إنما من خلال موقع الويب. 3، الحصول على المنتج يتم إرساله من الشركة لهذه البرمجيات عبر الإيه؟ الإنترنت أو البريد الإلكتروني. يبقى إذن دي اسمها إيه؟ تجارة إلكترونية بحتة. النوع الثاني التجارة التقليدية بحتة بقى. التجارة التقليدية العادية اللي احنا ايه اللي احنا متعودين عليها كلنا، هي بقى بتتم بالطريقة ايه؟ الآتية. عندما يكون الوسيط ملموس، انت بتنزل السلعة، بتجيب مثلا، بتروح سوق الخضار، بتقوم ماسك الطماطم او البطاطس او الفاكهة، ماسك، يبقى الوسيط هنا ملموس والسلعة ملموس، يعني المكان، انت رحت سوق الخضار ملموس، يعني وقفت في السوق، يعني ايه؟ المكان محدد ومعين وانت واقف فيه، والسلعه ملموس، انت بتجيب برتقانه او بتمسك البرتقان او بتمسك الخيار او بتمسك الفاكهه او بتمسك اي حاجه، او لو رحت مول عشان تجيب مثلا بنطلون، بتمسك البنطلون، تمسكه، تشوفه، المقاس واللون بتاعه. يبقى اذا الوسيط ملموس، السلعه ملموسه، العملية ملموسة، بتقوم انت جاي متكل على الله، مطلع بعد ما بقولك ب5000 مثلا، ب 500 جنيه، بتقوم مطلع ال 500 جنيه مثل التوجه الى المتجر لاقتناء الاحتياجات كالمواد الغذائية والملابس. يبقى دي اسمها ايه؟ تجارة تقليدية بحت. الاولانية كانت تجارة ايه؟ الكترونية بحت. النوع الثالث هو مزيج بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية، حيث ان احد العوامل الثلاثة رقمي والباقي ملموس، يعني في نوع رقمي والباقي ملموس، مثل شراء الكتب من موقع عبر شبكة الإنترنت. انت بتخش على الموقع، بتلاقي كتاب معين، بتقول انا عاوز اشتريه. يبقى اذا خلي بالك معايا، بتقوم انت متصل بالشركة، انا عاوز اشتري كذا، بتقول لك ادفع كذا، الكتاب بتاعك، بيقوموا هم باعتينه لك عن طريق البريد او عن طريق وسيلة من وسائل النقل. يبقى هنا الوسيلة بتاع وسائل النقل ديت ملموسة مش إلكترونية. يبقى مثل شراء كتاب من موقع شركة الإنترنت، أي إن العمليات التي تم إنجازها إلكترونيا، الطلب والتسديد، بينما التسليم يكون مادي، أي بأسلوب التجارة التقليدية، وهذا عن طريق إرسال الشركة للكتاب عبر البريد العادي. يبقى إذن دي اسمها تجارة مختلطة بين التجارة اللي فيها إيه؟ جزئين اتنين الكترونيين، ان انت بتشوفه على الموقع، بتشوف الكتاب على الموقع، بتعينه وبتسدد له الفلوس الكترونيا، اما هما بيبعتوها لك عن طريق شركات النقل او شركات البريد. ومن خلال هذه الانواع يتضح بان التجاره التقليديه تعني ان يتجه المشتري الى المتجر لشراء احتياجاته ومتطلباته، بينما التجاره الالكترونيه هي سوق الكتروني يتواصل فيه البائعون والمشترون، وتعرض المنتجات من سلع وخدمات في صيغة رقمية، وتسمى هذه العملية بالتبادل الإلكتروني، والتي تختلف كثيرا عن عملية التبادل التقليدي المتعارف عليه. ويلخص الجدول الآتي الفرق بين النوعيتين. نيجي بقى عشان نختم ونقول لكم بعد كده المقارنة بين التجارة التقليدية والتجارة إيه؟ الإلكترونية.
البحث عن معلومات، دي العملية التجارة، يعني البحث عن معلومات حول منتج معين، محلات، مجلات، بشوفها في المجلات، ممثل تجاري، كتالوج. أما في التجارة الإلكترونية على الويب، على صفحة الشركة، طلب منتج، رسالة، وثيقة، بريد إلكتروني. لما باجي أطلب المنتج ببعت جواب أو وثيقة، أما هنا البريد الإلكتروني. التأكد، التأكيد على الطلبية، رسالة برضه، دي بريد إلكتروني. مراقبة السعر من الكتالوج، هنا كتالوج على الخط، على الإيه؟ على الخط أو على موقع الشركة. التأكد من توفر السلعة، هاتف أو فاكس، دي برضه عن طريق البريد الإلكتروني. تسليم الطلبية، وثيقة مطبوعة، هنا بريد إلكتروني. بعث أو إرسال الطلبية، فاكس وبريد، دي بريد إلكتروني. التأكد من توفر السلعة في المخزن، دي وثيقة مطبوعة، هنا برضو قاعدة البيانات أو الويب. هنا تخطيط التسليم، وثيقة مطبوعة، قاعدة بيانات. هنا بنتكلم على تسليم السلعة، المورد، الإنترنت، تأكيد التسليم، وثيقة مطبوعة، بريد إلكتروني. بعث الفاتورة بالبريد، بريد إلكتروني. بعث التسوية العمالية، بريد تحويل إلكتروني للأموال. يبقى دي الفرق بين التجارة التقليدية، برضو خلي بالك مهمة جدا، لأن كل حاجة من دول ممكن تكون مكان لسؤال. تتميز التجارة الإلكترونية عن التقليدية باختصار الدورة التجارية، مما ينعكس على تخفيض تكلفة المنتج، حيث ألغت التجارة الإلكترونية دور تجارة الجملة والتجزئة والوكلاء، وأصبح عملية البيع تتم من المصنع إلى المستهلك مباشرة، وبالتالي تنخفض الأرباح التي كان يتحصل عليها الوسطاء نتيجة الجهود التي يبذلونها في شحن وتخزين وإعلان التوصيل للسلع المستهلك. معظم السلع التي تم تسويقها عبر المعاملات الإلكترونية هي عبارة عن سلع غير مادية ورحلات ومنتجات معلوماتية. أما العقارات والمنتجات الغذائية سريعة التلف هي سلع ملائمة تماما لأنشطة التجارة التقليدية، وهذا يوضحه في الجدول التالي. سلع التجارة الإلكترونية زي إيه؟ شراء وبيع الكتب والشرائط والأسطوانات الممغنطة. سلع التجارة التقليدية شراء وبيع الملابس، الأغذية سريعة التلف، بيع المصبوغات، بيع العقارات. هنا العمليات المصرفية الفورية، خدت بال حضرتك؟ يبقى سلع التجارة الإلكترونية سلع المزيج بين التجارتين. سلع، عندي ثلاث أنواع من السلع قدامك أهوت. السلع التجارة الإلكترونية شراء وبيع الكتب والشرائط والأسطوانات الممغنطة اللي هي سي دي، تسليم فوري للبرامج، خدمات الحجز والسياحة واللهو، توفير المعلومات، دي التجارة الإلكترونية. المزيج بقى اللي هي بين التجارة الإلكترونية هو الخليط، شراء وبيع السيارات، العمليات المصرفية الفورية اللي هي اونلاين، شراء بيع الاستثمارات ومنتجات التأمين. سلع التجارة التقليدية البحتة شراء وبيع السلع، الأغذية سريعة التلف، بيع المصوغات والآثار عالية القيمة، بيع العقارات. هنقف هنا وهنكمل بعد كده في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أنا في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر لطلاب الفرقة الثالثة نظم معلومات إدارية، والفرقة الرابعة إدارة أعمال، وأتمنى لكم من كل قلبي خالص التحية وعظيم الاحترام، وبقول لكم إن شاء الله احنا هنكون مع بعض في المحاضرات عبر شبكة الانترنت او داخل المعهد، وهنحاول ان احنا نوصل لك المعلومة يعني على ما يرام، على اساس ان دي هدفنا، ان احنا نقدم خدمة تعليمية متميزة. ولكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة عبر شبكة الانترنت، تبث من موقع المعهد، وإن شاء الله هنتقابل مع بعض في المعهد وهنبتدأ نوضح لكم بعض الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.